يعمل فريق بصمة شبابية تطوعي على زرع مفاهيم الأمل والسعادة داخل سوريا من خلال قيامه بعدد كبير من النشاطات التي تخص كبار السن أو الأطفال في محاولة منه لمساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الصعبة. يلا حبيباتي اليوم رح ناخذ حرف الباء. نحن فريق بصمة الشباب التطوعي عم نشتغل مبادرات جديدة ومشغول لعرض الواقع خلال 6 سنوات السابقة. مبادرتنا اليوم هي صديق تحت عنوان صديق المسن، هي عبارة عن تقديم عكازات وحقائب طبية ووضع ورود لأشخاص المسنين أو تقديم لجهودهم لأنهم عنصر معنوي كبير يدفع نحن جيل الثورة خصوصا وجيل الشباب عموما ليستمر. طبعا أنجزنا عدة روضات في مناطق مختلفة، روضتنا في قرية الملند، روضة بصمة الشباب، وروضة علم في قرية الكستان. طبعا عنا أفكار جديدة كثير نطمح إنه تكون أو نحققها، وعنا أفكار حالية أو مبادرات جديدة قيد الدراسة.